أنا يا قال لك أنا يا ريت ليه اختار ضيفنا. نبتدي بأغنية نانسي عجرم، بدنا نولع الجو. هل معتبر أنه رح نولع الجو بحلقتنا؟ المهندس الإعلامي بيير رباط، منك وجر، أهلا وسهلا. هاي يا هلا، كيفنا؟ مش الحال، ليه اخترت هالأغنية؟ تمام، لأنه دايما لازم واحد يولع الجو. لا شو يعني يولع الجو؟ انه وقت يكون موجود لازم يولع الجو. بشو بدك تولع الجو اليوم؟ بكل شيء، فينا نولع الجو بالفرح، فينا نولع الجو بالتصاريح، فينا نولع، فيك تولع الجو بالأسئلة، فينا نولع الجو بالأجوبة. انا قلت المهندس الإعلامي. نعم. حاضر بعده المهندس بحياة بعده كربات. ايه ليك فاتن الهندسة ساعدتني كتير. نعم، يعني كانت باز مهمة بحياتي، خلتني اعرف كيف فكر، خلتني أعرف كيف حلل، خلتني أعرف كيف حل مشكل، وخلتني أعرف كيف أوصل. توصل لوين؟ بكل شيء بدك تعمليه بالحياة دايما عندك، يعني من أنا وبالمدرسة ومن أنا بالهندسة دايما عندك بروجيات، ودايما عندك نقاط، ودايما عندك مرتبة أولى وتانية وتالتة ورابعة، ودايما عندك طريقة حتى تقدر توصلي للمراتب الأولى. هيدا الشيء مرني، ساعدني كتير، تعلمت منه كتير بقيم المدرسة والجامعة، وبلشت طبقه بالحياة. أوصل لوين؟ ما بعرف لوين بدي أوصل، بس أكيد ما عندي حدود معينة أوصل، لأن هار بوصل لحديث هدف معين ما بقعد عندي شيء تاني. أكيد بيير رباط، أيام المدرسة كيف كان؟ طالب مجتهد؟ شو كانت تعنيه أي مواد؟ ما كنت مجتهد أبداً، كنت تقريباً نوعاً ما هيك، يعني انجح كل مره على الحفه. نعم. بس كنت ادرس بطريقه ذكيه، يعني العب كل السنه لحق حالي اخر شهرين. يعني انت بمحض ارادتك ما كنت تدرس، بس انت فيك تدرس وتعمل اذا بدي وقت بدي كيفيه. وليش يعني اخترت الهندسه؟ تحت الضغط مصلي. ليش اخترت الهندسه؟ لانه بحب الهندسه. انا عامل تيليكوم انجينيرينج، بحب من انا وصغير كل شيء خاصه بالتليكومنيكيشنز، كل شيء خاصه بالالكترونكس، بحبهم. واليوم بعدني لهلا، اليوم لو ما كنت عامل تيليكوم انجينيرينج بركة كنت اعلامي ناجح، بس ما كنت بروديوسر ناجح. انت يعني بتلاقي حالك قصص. بروديوسر ناجح اكثر من اعلامي ناجح؟ الاثنين ليك اثنيناتهم بعطي ذات الوقت، بس ليش الاعلامي؟ لانه الاعلامي اخر الطريق بيجي وبيوقف. نعم. ورا الكاميرا، قدام الكاميرا، وبيقعد بيحكي اللي عليه. البروديوسر بده يفكر بكل شيء، من التقنيات للفورما للكونسيبت لكل شيء، في قصص زيادة كتكنولوجي فيه يضيفها على برنامج. أنا بما أنه دارس هندسة وشايف وبروح وبسافر وبروح كتير على معارض، بجرب كل هاي الابتكارات الجديدة استعملها ببرنامجي. مش هيك عم بقول لك، يعني لأنه البرودكشن سايد قوتنا أكتر، الهندسة فتتنا أكتر، على الهواء ما رح تفيدنا هالقد. نعم، خلينا نحكي على البدايات، على 2002. وين كان بيير رباط بال 2002؟ بأي برنامج؟ 2002 كنت بروتانا كافيه. شو أخذك على روتانا كافي؟ شو أخذنا على روتانا كافي؟ راحت بتعرفي بالغلط، بيصير مش بالغلط، بيجيك بالحياة opportunities، يعني بنفتح لك بواب أو بنعرض عليك، بيجيك عروضات وأنت بدك تعرفي كيف تتكمش فيهم. نعرض عليك على أي أساس بهديك الوقت؟ كنت مخلص جامعة؟ لا، كنت بعدني بالجامعة، كنت أول سنة جامعة، وكنت عم بشتغل بالصيفية بفيرجن ميجاستور. نعم. كنت بيع تلفزيونات، وثقبت من بعض الأشخاص اللي إجوا تيشتروا تلفزيونات، كان السيد ميشيل مور يلي إجا تيشتري وقتها تلفزيون ساوند سيستم، كان أكتر ساوند سيستم. وقعدنا حكينا منيح، وما بعرفه لميشيل بوقتها، ما كنت عارف مين هو، إنه أنا عم بيع زبون وإجا. ورحت الأيام وخلصت الصيفية وخلصت السمر جوب تبعي، وكملت رجعت على الجامعة. بدقلي بوقتها خيو جهاد، بيقلي أنت شي مرة بعت له شي لخيي؟ ما عنده أي فكرة، بس ليش صار في مشكل معه؟ قال لي لا، بس حابب يتعرف عليك. نعم. ورحنا وتعرفنا على بعض، ومن وقتها هو حس إنه أنا من طريقة حكي خرج أحكي على التلفزيون، هو هيك طريقة شرحي وطريقة حكي. بقال لي بهمك تطلع على التلفزيون؟ قلت له ما بحيت مفكر فيها، بس إنه why not، مش إنه شيء يعني مش حاطه براسي. رحنا عملنا كاستينج، وأبرنتلي كان منيح الكاستينج، وبعد 15 سنة أنا قاعد معك. ولا مرة بحياتك فكرت بيير رباط انه انت رح تكون على هالشاشة اللي يمكن ما بعرف شو كنت تتابع من خلالها؟ شو كنت تتابع من خلال الشاشة؟ طيب، ما كنت تابع للأسف تلفزيون لبناني كتير، كنت تابع أجنبي دايما. نعم. وكنت تابع برامج أمريكية وفرنسية كل الوقت.
مش هيك بركي اليوم ثقافتي بالتلفزيون بتروح اكثر على الثقافه الغربيه الغربيه اكثر من الثقافه الشرقيه. نعم. وهذا الشيء اللي كمان ميزني بالبرامج اللي عم بعملها، لانه انا بعمل برامج لبنانيه عربيه 100% بالمحتوى، بس بالافكار وبالشكل هي غربيه بتكون غربيه. نعم. ولا مرة أنت تخيلت لو ما هيدا العرض أنت كنت بمجال تاني، بمجال كنت هندسة الاتصالات؟ إيه، كنت بركي بهندسة الاتصالات، كنت بركي بالمطاعم لأنه عندي باسول للطبخ، كنت بركي بشي تاني. الطبخ هلأ أنت على مواقع التواصل بالأيام الأخيرة كل جهودك منصب على الطبخ؟ هيدا باشن عندي إيها طول عمرك، يا عندي إيها وهلأ عم تفرغ لها شوي أكتر. من خلال حديثك بالبداية بيير رباط قلت أنه كنت عم تشتغل بالصيفية بفيرجن ميجا ستور، كنت عم تبيع تلفزيونات، كنت بحاجة لهذا العمل ولا كنت عم تشتغل بالصيفية مثلك مثل كتار تيندعكوا أكتر؟ لكن من أنا وصغير أهلي ربوني بشغلة أنه نهار العيز المصاري مصاري موجودة ما تعت الهم، بس بدك أنت تجيب مصريتك. نعم. بدك أنت تشتغل، بدك أنت تفكر، بدك أنت تندعك شوي، وهذا الشيء اللي صار معي. ووقت وكنت دائما كنت اعمل سهرات، قبل جرب اعمل سهرات وقت عمري 16 17، يعني اعمل سهرات على عمر 16 17 سنه وانا ممنوع فوت على السهره لانه اندر ايج، بس كان عندي دائما هيدا الشيء، يعني كان الانتربرينورشيب من نحن وصغار موجود بفكرنا وبالعائله. اهلي ما قصروا معي بشيء، بس بنفس الوقت جبروني او حطوني بموقع وين انه بلش اتكل على حالي. وانا عملت هيدا السمر جوب، كان اول عمل بالشغل بمؤسسه، كان تحت احس حالي، وما بتتخيل قد ايه كنت احس حالي مبسوط، وكنت من اكثر الاشخاص اللي بيعوا بالفيرجن. ثاني سنه طلبوا مني ارجع اجي ودفعوا لي وقت كثير مصاري بالنسبه لانه كنت بيع كثير، يعني عقلك يعني تجاري وعندك ذكاء اجتماعي، بحب احتك بالعالم. هيدا الشيء عنده اياها، يعني الانسان وقت يكون عنده هيدا الشيء لازم يستعمله بالمكان الصح. طب استعملته، شو اللي ما ممكن تبيعه بيير رباط؟ كرامتي. لا كرامتي، هدول الاجابات. ايه هول الاجابات اللي هي متوقعه انه واحد يجيهم. لا ما في شيء، يعني بالماديات اذا في شيء بيعطيني شو ما كان يوم بيعك اياه، بالاخلاق وبالهيدا اكيد في مبادئ نحن ربينا عليهم ما بحياتنا متخلى عليهم. اذا هيدا هو شو هي مبادئك انت والاخلاق اللي ربيت عليها؟ كل شيء، الاحترام، الكرامه، احترام الاخر والاخر كمان يحترمنا، الاتكس، يعني في كثير قصص. نعم. ليش عم تطلع في بهالطريقة؟ كيف بدك تطلع فيك؟ ما بعرف. بعيدا من الأخلاق، من بعد ما بلشت بروتانا كافيه أنت انتقلت لتكون باستوديو فيجن. صح. خبر مستمعين صوت الشعب شو كانت طبيعة عملك باستوديو فيجن. هلا أنا روتانا كافيه بلشت، رح أقول لك بلشت أقدم برنامج، وكنت أقدم فقرة هاي تك وقتها كانت بروتانا كافيه، بس كنت دائما حاب أعمل شيء تاني، بس بنفس الوقت كنت كتير صغير، يعني كنت ولد. نعم. قد كان عمرك؟ يعني كان عمري قديش، 19 20؟ نعم. 20 سنة على التلفزيون يعتبر ولد لنكون واضحين. اليوم بركة عم تتغير الأيام مع السوشيال ميديا، بس بوقت أنا ذاك اللي كان يعمل برنامج ليلة أو برايم تايم كان مينيموم عمره 45 سنة، يعني كان أصغر واحد، كان في عندك هيدا الجاب 20 سنة بينه وبينه. كنت دايما حب أعمل قصص جديدة، واشتغلت شوي بالستوديو فيجن بالار ان دي، يعني كنت كل شيء في تكنولوجيا جديده على الشركه اشتريها انا روح. وثق فيي منيح ميشيل مور بالاول، وخليني كل ما اقول له مثلا عملت ستاج براديو فرانس وقتها بفرنسا، رحت هونيك عشت 6 شهور، كل شيء شفته هونيك بالمبنى ارجع على لبنان اقول له لازم نعمل هيك، لازم نعمل هيك، لازم نعمل هيك، قال لي يلا ليتس دو. يعني انت كنت العقل التكنولوجي لميشيل المور؟ كنت العقل الجديد، مش العقل الجديد بالشركه. عنده كتار من الاشخاص غير موجودين بالشركه من زمان، وهن اليوم مستلمين كل هيدا الشيء بالشركه، بس انه اليوم كفريش برين عندك واحد صغير هيك عنده افكار جديده وقصص جديده متاحه له القصص. كنت انا الوحيد وكنت روح جيب، وكان هو كمان يسدد بهالقصص، يعني اللي بيعرف ميشيل بيعرف قديش هو انسان بحب الابتكار، بحب التكنولوجيا، وبحب الانوفيشن، ودائما في قصص جديده. يعني بتفوت على مبنى ستوديو فيجن وام تي في بتحس حالك فايت فعلا، يعني على مبنى بنيويورك ما بتحس حالك اليوم موجوده، لانه التقنيات الموجوده اليوم بقلب هيدا المبنى وبالشكل ما لنا ابدا تقنيات اي شركه لبنانيه معقوله تتحملها. بقى اليوم صرت روح وجيب مكانات وجيب قصص وانبسط فيها، بعدين صرت شوف انه البرودكشن بحبه وعنده افكار بالبرودكشن، ليش لا ما بروح صوب هذا الاتجاه. نعم. والبرودكشن فيه انت طلبت، يعني شو يعني تكون انك مدير التطور في الاعمال باستوديو فيجن؟ شو يعني هيدا العنوان العريض؟
بزنس ديفلوبمنت. والله عندي كل السي في تبعي طبعا. ما كنت كنت مقدم على شغل عندي معي خبر. شو يعني هيدا العنوان؟ ليكي بالستوديو فيجن عندنا بزنس كتار، نحن بنخلق برامج، بنشتري فورميات من برا وبنجرب نبيعهم وبنبيعهم. ان كان لمحطات ثانيه او لمحطات ثانيه، اكيد محطات ثانيه، محطات عربيه، ان كان بدبي بابو ظبي بمصر، بيعين لكذا بلد. وهذا هو طبيعة عملنا اليوم كستوديو فيجن. أنا اللي بعمله أنه هلأ صرت بروح، صار لفترة يعني أكثر من 6 سنين بسافر على المعارض اللي بيصيروا يلي خصهم بالبرامج، منشوف شو في برامج جديدة. نعم. شو البرامج يلي نقدر نطبقها بالوطن العربي؟ في كتير برامج حلوة ورائعة بس اليوم ما فيك تعمليها أدابتيشن بالوطن العربي، منشارك منشوف أي بيزبط معنا، أي بيزبط لكل ماركت، الماركت السعودي، الماركت المصري، الماركت الإماراتي، الماركت القطري، الماركت الأردني، يعني بنجرب نشوف نحن كل هول الماركتس اللي عنا يهون أي برنامج بيزبط لأي ماركت معين، وحسب الطلب وحسب نحن بالوقت اللي بنكون عم نشتغل مين اللي رح يكونوا الكلاينتس تبعولتنا، بنبلش نجيب هول البرامج نشتريهم، بنبلش نعملهم على يعني نلبنون أو نعملهم أو يتم تعريبهم أو يتم تعريبهم وبنعملهم بنبيع. هيدا هي شغله. وعند القسم الثاني اللي هو كونسبت كرييتر، انا بطلع ببرامج، بطلع بافكار وبجرب هول الافكار والبرامج حورها لحقيقه. شنو هول الافكار يلي انت استخدمتهم؟ هون بعدنا عم نحكي عن عملك بعيدا من ظهورك على الشاشه. نعم. الافكار يلي عملتهم قبل، كان في لوج ان، كانت اول فكره عملتها على الام تي في، كان اول برنامج بيحكي على كل شيء بيقطع على اليوتيوب اون تي في، يعني كان اول برنامج بيحكي اذا بدك الفيديوهات تبع السوشيال ميديا اون تي في. هذا كان معمول بطريقه لذيذه وكان برنامج صغير يعني عملته. من بعدها كان عندنا الطاوله تبع دينر ان ذا سكاي اللي جبناها على لبنان حتى نعمل عليها عشوات، وطلعنا بفكره نعمل برنامج عليها، ومن هون عملنا البرنامج بالهوا سوا من تقديم الزميل وسام بريدي. كان عندنا كمان من الاخر يلي هو البرنامج اللي انا عملته من الاخر. طب من الاخر هو برنامج ومؤخرا كان في برنامجين تبع محمد قيس على على رمضان، لا مش مع الاطفال، على رمضان ترك علينا يلي بنروح بنظبط السيارات كل هول، واخر برنامج نعمل لتوني بارود خلصوا البارود يلي كانت اخر فكره انعملت على راس السنه. ما بعرف اذا نسيت كم شغله، في كذا شغله انعملت لدبي وابو ظبي انعملت وايدياس برايس، يعني في كثير برامج يعني بوقتها، بس انه هول البرامج اللي هلا مثلا بيقطعوا على راسي من البرامج اللي اخترعتهم انا فروم سكراتش. نعم. طب من الاخر، من الاخر عرضت الفكره لانت تقدمها ولا أنا عرضت الفكره؟ مزكم لاني مرشح بس صوتي طالع على الهواء. لا مش الحال، اثنيناتنا طالعين مش الحال. مش الحال. من الاخر كانت هيدي الفكره يلي انت على بالك تطل من خلالها ترجع على الشاشه؟ من الاخر كان اول برنامج بيطلع فيه برايم تايم. نعم. وبتقليك هذا لأنه هالفكرة حلوة كتير، الخبرية كيف صارت، كيف أنا طلعت ببرنامج برايم تايم كعمر 26 سنة وطالع عبالي أنا أعمل برنامج، ما ضلنا أعمل هول البرامج. بس شو حلو الواحد طالع عبالي وعم تتحقق أمانية، يعني محظوظ بمحل بيير رباط. رح قلي كيف الحظ بيجي والفرق بين واحد محظوظ وواحد بيشتغل. نعم. وقت طلع عبالي أعمل برنامج من الآخر كنت أنا أكيد أنه إذا رحت عند على المحطة وإدارة المحطة وتحديدا عن سيد ميشيل مور وقلت له بدي أعمل هيك برنامج رح طلع فيه، أكيد ما رح يقول لي لا، بس رح يقول له أوكي حضر برزنتيشن، عمول فكرة، رح يعطيني شوية هيك شوية روح على الموضوع، بس ما رح يشوف فيه شخص قاعد ببرايم تايم شو. نعم. لأنه اليوم بالنسبة له وبالنسبة للكل بعالم التلفزيون كان اصغر واحد عمره 45 سنه، ليش بده يحط واحد عمره 26 سنه حتى ياخذ هيدا السلوت على التي في؟ انا اللي عملته هو على 6 شهور اشتغلت على الفكره، جمعت ناس، نزلت انا صور ريبورتاجات. نعم. مع اشخاص ومع ضيوف، تلفنت لضيوف قلت لهم عم بعمل بيلوت وهيدا، واذا نجح البيلوت انتم بتكونوا باول حلقه، وجبت ضيوف وجبت بانلست، وكان عندنا استوديو بستوديو فيزيون عم نصور فيه غير قصص، جيت وغيرت شكله للاستوديو. هون مثل كانه حدا عم بيبيع هواء او عم بيعرض هواء ولا لا؟ لا شو حلو، شو عملت؟ كان اسلوب انا مثل كانه حضرتك موجوده اليوم بالستوديو. نعم. بس عم بتزبطي كل هالقصص انت لحالك عم تلعبي عم بتسلى، وعم بعمل انا اللوجو بالمكتب لحالي، وعم نقي الموسيقى. نعم. وعم روح عند كل شخص عم بطلب منه شرفك فيك تزبط لها فيك تزبط لها. لحديث ما رحت عند كاتيا باشا مديرة الانتاج قلت لها كاتيا عندي بيلوت طالع عبالي اعمله بروجرام بس ما بدي اقول له ل...
لميشيل في فيك تعطيني استوديو نهار صور فيه هيك شيء صغير تشوف كيف رح يطلع؟ قالت لي اكيد نو وريز. خدنا الاستوديو صورنا وصورت الحلقه، اخذت الحلقه منتجتها تقريبا اخذت معي جمعتين مونتاج. تتذكر تاريخ هيدي؟ كانت بالصيفيه بال 2010، بصيفيه 2010 بلشت هذا البروجي بمارس تقريبا بجواجويه. كنت هوا؟ كنت لا كنت انا منتجتها وخلصتها. بجولاي طلعت لعنده على المكتب قلت له هاي مسيو ميشيل طالع بلا عمل برنامج برايم تايم. قال لي ايه اكيد عم بحمسني مثل ما دايما بحمس الكل. قلت له ايه وبرنامج هيك بستقفل فيه كذا ضيف وهذا. قال لي اوكي بيير بتعرف انت تتعمل برنامج بياخد معك وقت ورح تاخد معك تقريبا الخبريش 6 شهور. اول شيء لازم تعمله هو تكتب لي فكره البرنامج، تعمل لي برزنتيشن على البرنامج، مين بتلاقي خارج يكون معك بالبرنامج، الكاستنج تبعك كل هولي، وامتى بتحب ينعرض البرنامج، يعني اي سلوت بعد الظهر عشية، امتى بتحس هذا البرنامج خارج ينعرض. واهم شيء من بعد ما تنعمل كل هذا الشيء نعمل بيلوت حتى نشوف اذا انت بتزبط ولا لا. قلت له هو انت لك اياها القصة كلها، عملت كل هولي، عندي هذا الدي في دي فيك تحضره. حط الدي في دي وحضر كثير. هلا انت وجهك بعد 25 دقيقة نعم وقف الكمبيوتر هيك، لقط التليفون ودق لمدير البرامج كريستيان جميل كان وقتها. قال له كريستيان في بيير رباط عنده فكرة برنامج كتير حلوة، حطوه على الجريد الجديدة. بتخيل هيك قدرت اخد اول برنامج لإلي. ما كان ابدا حظ، كان تعب وشغل واجتهاد منه. طب بعد ما انت طليت على الشاشة ببرنامج برايم تايم او من الاخر ولفتت الانظار، انت شو قلت بينك وبين حالك على شو لازم تشتغل مثلا بيير رباط لتصير احسن لتصير افضل؟ من مين كانت تاخذ ملاحظات؟ من الكل، كل ما حدا يعطيني ملاحظه اخذها، كل ما اسمع كلمه عني فكر فيها مرتين. ابدا انا ما كنت من الاشخاص اللي وقت واحد يقول لي شغله ازعل، ما كنت ازعل ابدا. كانوا يقولوا لي صوتك غلط، ما عندك مخارج حروف مثل الخلق. نعم اشتغل عليهم، اشتغل اقعد اشتغل عليهم. نعم اشتغل على كل هول القصص. مين زقف لك طيب وصدقت انه انت ماشي على الطريق الصح بانك تخوض مجال الاعلام؟ كتار ناس زقفوا لي من بداياتي بالتلفزيون وكانوا اسامي كبار. نعم وهيدا الشيء اللي عطوني بوش. يعني انا وقت طلعت بالبرنامج وبتذكر ب عم نحكي على من الاخر هلا، ايه من الاخر وقت طلعت من الاخر وعمري 27 سنه بهيدا البرنامج، كتار من الاشخاص بالاعلام صار لهم زمان واسئين من حالهم قالوا لي برافو واسامي كبار. تشجعت، هذا الشيء حملك مسؤولية أكبر وشجعك بنفس الوقت؟ أكيد شجعني، لأنه وقت تاخدم من أسامي فعلا كبار هيدا البوش ويحمسوك. أنا مرة بانترفيو بتذكر كثير منيح بأول سيزن من الآخر قالوا لي مثل مين أنت، مين أي أعلام بتحب توصل أو تصير مثله؟ قلت بوقتها مارسيل غانم. نعم كنت بأمريكا بالصيفية بيتصل فيي وقتها مارسيل غانم قال لي أنا سمعت الانترفيو وبدي لك thank you so much وأنا مش مقفي لك ولا حلقة. تنبسطي وقتها تشوف أشخاص هيك عم بيشجعوك. أكيد في كتير ناس منزعجوا بركة من الموضوع لأنه اليوم البرنامج هو ليلة من هالسبع ليالي موجودة فيهم على الهواء والمحطة ما فيها تحمل أكتر من سبع ليالي. بقى أنا وجودي من 2010 ل 2019 وأحجز مرة بالأسبوع لإلي، أكيد في كتير أشخاص رح يتضايقوا من الموضوع. بس لو ما أنا اليوم بيعتبروك عفوا دخيل على عالم الإعلام؟ في ناس بتعتبرك دخيل. في ناس اعتبرتني دخيل، مثل ما كل إنسان جديد أو كل برودكت جديد أو كل مطعم جديد رح يكون دخيل. بس أنت شو فكرة دخيل؟ بس حدا يفسر لي شو يعني دخيل؟ شو يعني دخيل؟ أنا بيعتبروا أنه في كتير ناس خريجين إعلام وشاطرين ومجتهدين ومنهم عم بيعملوا شيء؟ ما عندهم محظوظين. قدموا شيء؟ ما في شيء اسمه حظ، ما في شيء اسمه أبدا حظ، في اسمه opportunities وشطارة فرصة. وكيف أنت تركض على الفرصة. نعم وأنا اليوم بدعي كل شخص عم يسمعني اليوم عنده فكرة وطالع عبالي يعمل برنامج يجي ويقدم الفكرة ويقدم فكرة البرنامج. وأنا بقول لك اليوم قبل بكرة عايزين أفكار بس يجوا، ما حدا يقعد ببيته ويقول هيدا دخيل. نعم وما حدا يقعد ببيته ويقول هيدا عنده واسطة. عود واشتغل. اللي بيشتغل اليوم عم بيقدر يعمل برنامج على السوشيال ميديا، طب هيدا دخيل؟ منه دخيل.
نعم دخيل بالكوميدي ما انه دخيل بالكوميدي بس هيدا انسان على الانسان انه يثبت حاله بالنسبه لك وانت أكيد اثبتت أكيد نفسك اكيد كل انسان مشهور يثبت حاله. طب على اي اساس تم اختيار الاشخاص الموجودين على الطاوله ببرنامج من نوجر؟ على اي اساس؟ على اساس انه اليوم اذا بيير رباط بده يجي يحكي عن برنامج معين راح يقولوا الناس مين هو بيير رباط يحكي عن هذا البرنامج. نعم على اساس نقد ولا اعطاء راي؟ يعني في كل انسان حر يعطي رايه. طب تحكي كنقد يعني النقد عليها ان يكون خبيرا. نحن من نوجر الفورما هي قبل اول حلقه من نوجر ما كان حدا يلفظ اسم محطه تاني او اسم برنامج تاني على غير محطه ما كانت موجوده قبل ما وصل من نوجر وحكينا برنامج مالك مكتبه على تلفزيون ال بي سي وحطينا فوتج من مالك مكتبه على ال بي سي. نعم ما فهموا شيء وتركين لوجو ال بي سي ما فهموا شيء. لو سمحت لحظه بدنا منك تستقبل صاحب او صاحبه المداخله تفضل. هلا 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 يعني انا برايي بليز اللي ما لهم علاقه بالتلفزيون ما يحكوا كثير يعني يعني مثلك مثل حضرتك كمان انت دخيل على عالم الاعلام. بدي اقول لك شغله انا معرفتي الشخصيه بكير ربان نعم مؤخرا انا بشغله انه هذا الزلمه كثير ذكي كثير شاطر كثير بيشتغل على حاله بالعكس لازم لانه هو منه دخيل ابدا هو بالعكس هو فهمان لانه وبدنا هيك ناس ما بدنا ناس يكونوا انه اي والله انا رحت عملت اعلام او درست مش عارف وين اوديو فيجوال وكذا وبكونوا جايين لانه نحن ما عندنا انفراستركتور منيحه بهالبلد. نعم فهو اوريدي مهندس نعم عارف شو فيهندس الحوارات والاعلام نعم شغله وهندس حتى الطبخ تبعه بهندسه بشهد له يعني وهندس صداقتي معك سلام حبيبي ثانك يو مان ايه وبنفس الوقت انه ايه انه يعني انا هو يمكن ما بحبني كثير بس انا بحبه اكثر انه لقيته انه عن جد زلمي كثير بيشتغل على حاله شابوه مسقف بيفهم وبيعرف وين اخطائه وحتى لما العالم تنتقل بيعرف حاله انه يمكن هيك هون شطح شوي وكذا مثل سلام الزعتري ايه انه مرتاح مع حاله لو ما هيك ما كنت اصلا بطلع معه. انت كان عندك برنامج شو بدك تطلع معه لبيير رباط شو في لانك بعيد عن الشاشه طلعت معه هيك قالوا لي اسالك لا بتعرفين انه انا كثير بموت بهيدا الشاشه والشهر انا انستغرام ما بعمل بوست سلام ترجيني يضل يشتغل تحت الشاشه وما يطلع على الهواء يعني قال اللي بدك اياه بالمكتب بقعد قد ما بدك وقت بس ما تطلعنا على الهواء بس انا بعرف انه سلام على الهواء هو اضافه للبرنامج ليه لو ما كل شخص سلام. من الاشخاص الموجودين على البلاتو هو اضافه لإلي وللبرنامج مش بس اضافه مش... للبرنامج لازم يكونوا اضافه لإلي يعني انا بعطي شيء بدي حدا يكون كمان اضافه انا كمان استفيد من خبرته انا كمان استفيد مش استفدت من سلام الزعتري سلام زعتري مش كثير عم يستفيد مني لانه انا ما عم بيجي على اجتماعات بس عم تبعت ريبورتاجات مثل الخلق اخرتك انا عم بضيع شوي مصاري هلا بس انه ماشي حالي سلام زعتري استفدت لكون كثير صريح معك عنده طريقه يربط فيها الافكار وقت بده يطرح موضوع معين ما حدا بقوله ما حدا بالوطن العربي قادر يربط الأفكار بهيدي الطريقة. أوف. سلام الزعتري مش عنده الساركازم بالتفكير بس مش هيدا الساركازم الرخيص للأسف في ناس ما فهموا الساركازم فكروا إذا بنعمل كلون بنكون ساركاستيك سلام زعتري عنده الساركازم بذكاء بيعرف كيف يربط هيدي الشغلة بهيدي الشغلة بلا ما يزعل حدا بيوصل مساج وبالمساج اللي عم بيوصل لك في 4-5 مساجات مبطنين هيدي الإنسان لازم يكون عقبري تقدر يعملها. واو ثانك يو واو يا انا جاي انا بدي اعطيك على اساس يلا يورتون يلا جيب مي جيب مي مور جيب مي مور لا يعطيك سلام الزعتري فعلا شو اللي دفعك بانك تكون موجود ببرنامج من نوجر عم نحكي على الصعيد المهني والشخصي القصة قديمة مع بيير نحن كنا لما بالجديد كان دايما بيير انه تعالوا نعمل شيء تعالوا لعند نعمل بس نحن بوقتها كنا عاملين غير شيء وكنا غير حالي وكنا طلب بيير انه معقول كيف عم تطلب منا نحن ونحن عنا اون شو كان كان براسي انه بس كان وقتها الانتخابات نعم بعدين بعد ما صارت قصة الـ LBC واكتشفت قصة خلص كان التلفزيون اخذ 20 سنة من حياتي كنت رايح بغير اتجاه وهيك لقيت انه
بيير حتى على الصعيد الشخصي زلمي كتير ذكي وبيفهم وشغيل وبيشتغل على حاله كتير وفرق. يعني انا بعطيه كريدت من اول ما طلع من اول مره كيف كان ولهلا مخيف. ومشان هيك هو العالم سكسسفل، هو اللي بينجحوا دائما اكثر وهو اللي بدنا اياهم اكثر دائما على الشاشات. انه يعني ما بدنا ناس مشان هيك انا برايي انا اللي مقصر معه هلا لبيير، لانه انا لازم نحن مع هالخبره مع الوقت وهيك كان لازم ندعم اكثر ناس مثل بيير يعني. بس وبفهموا امرار لما حتى يقول قصص من قبل ما يطلع معه نعم. كان يغلط او يقوم عليه العالم بفهم انه بفهم شو قصده يعني، او بعرف شو شو كان هو يعني. وبعدين تعرفت عليه وعرفت من هو يعني شو بعدين العالم اخذ. طب لاحظ انه ما جاوبنا على سؤالي سلام الزعتري، شو اللي دفعك تقبل تكون ببرنامج من نوجر على الصعيد المهني؟ شو عم بيقدم لك على الصعيد المهني؟ ما كان بدي اعمل، ما كان بدي اطلع على التيفي انا اعمل شيء. ما بدك انت يكون عندك برنامج، ما عندك افكار يعني؟ مثلا بيير رباط كان عم بيقول تفضل اعطونا افكار، ما عندك افكار لتقدم برنامج لحالك؟ بلا بالعكس حرام، بلا في كثير افكار، بس انا كنت تعبان 8 سنين 9 سنين فات انت بتعرفي، وانا كثير كنت باشنت على هذا الشيء، كنت كثير بقصد السياسه وبالاعلام وهيك. بس حسيت انه ايه انا حلو مشكل العالم بيقولوا لي كثير هذا الكومنت انه انت ولو لازم يكون هيك. انا المشكل مع انا مرتاح مع حالي، ما عندي مشكله ايجو مثل غير ناس يعني. وهذا الشيء اللي كمان بحبه ببيير انه هو كمان مرتاح مع حاله ما عنده مشكله ايجو. هيك فات الانرجي اللي بتعطيك اياها طاوله من نوجير كومبليتلي غير يعني. انا اليوم بمن نوجير ما بتعرف قديش كذا مرة بترك الضيف يوقف محلي وبجي أنا بقعد على هالطاولة. فبحب القعدة، وقت عملوا لي الهوت فايف انبسطت بالقعدة. هالقعدة هيدي الكرسي القاعدة عليها تكون كتير صريح معك، بتعطيكي أكتر من الشخص اللي عم بقدم البرنامج. بتخليك تفكري، بتخليك تعلق، بتخليك تعطي رأيك، بتخليك يكون عندك كريديبيليتي معينة أكتر من أنا يلي عم بقدم البرنامج. وفي كتير أفكار أنا بيطلع بالي أقولهم، بس لأنه أنا مجبور كون مودريتر ما في يقولهم. فبيقولون سلام وباقي الشخصيات. نعم سلام. هو هلا عندك بصوت الشعب؟ نعم. اوكي، انت بتعرف انه ما كان يعرف وين الجليل وين صوت الشعب الا ايه بعرف. انا جيت فرجيته ومسجلي، جيت فرجيته قلت له ها هي الجديد وهون تحت صوت الشعب. ويل دان بيير، برافو. هلا عن بدي سؤال سلام، بدي سؤال سلام الزعتري لبيير رباط، سؤال بيتعلق بالمهني مش لا بالطبخ ولا بشخصيته. اذا بدك تعمل غير برنامج نعم من منا وجير، اي جانر بتختار؟ وين فيك تروح اذا منا وجير وقف هلا؟ وين فيك تروح من بعد منا وجير؟ من بعد منا وجير بروح على برنامج بيشبهنا اكثر، اللي هو يلي هو مثل كل اعلامي برا بامريكا بيروحوا على برامج بيشبهون، بيصير البرنامج بينطبع فيه اكثر. يعني كيف جيمي كيميل، عندك جاي لانو، عندك جيمي فالون، كل شخص بيعمل برنامج بيشبهه. ألن تعمل برنامج بيشبهه، انا بروح على برنامج بيشبهني، منه وجر بيشبهني لحد معين، بس بروح على برنامج بيشبهني وبركه حتى اقدم هالنوع من البرامج يلي للاسف كل التجارب اللي جربوها الكل ما كانت هالقد ناجحه. وصلك الجواب؟ ايه وصلني، بالعكس انا عم شجعه انه يعمل شيء بيقعد بيشبهه اكثر. يعني عم تشجعه يوقف من نوجير؟ لا عم شجعه ليكي امرار، ليكي انا من نوجير هو اكثر بروجرام كمان بيشبهني، مشان هيك انا طلعت فيه لانه كنت بحضره وبيشبهني يعني، بعرف القصص كيف بتعاطوا فيها. بس الشيء اللي شفت انه بيير عنده بوتنشل بعد اكثر من هيك. نعم نعم، ذاتس واي عم بشوف انه طب اوكي اذا وقف منه وجر بيير في يكون شيء بعد اكبر من هيك. نعم بس شكرا كثير سلام الزعتري. ثانك يو سو ماتش مان، اي ريلي ابريشيت. اهلا وسهلا حبيبي، ثانك يو يا اخي، ماشي لكم، هلا سلام، شكرا، باي.
بيشبهك بأي معنى؟ طب هلا اللي منهم متابعين ولا اسم من اللي ذكرته كيف بيعرفوا انه بأي معنى انت قصدت انه برنامج بيشبهك؟ يلي بيتابع طريقة تفكيري ويلي بيعرفني شوي اكتر عن قريب كيف بفكر كيف بتعاطى مع الامور كيف بحاور الاشخاص رح يفهم اكتر علي. بحب كل شغلة عطيها لوقتها بس البرنامج اللي هو من بعد ما نوجر هو برنامج صار سنتين بفكر فيه وموجود موجود بس كل شغلة بدها وقتها. يعني هذا البرنامج موجود من سنتين بس ما بيجي بستعجل وبعمله لأنه أوقات العمر بيأثر أوقات ثقافتك بتأثر أوقات الوضع أو الوقت يلي أنت عم تحطيه بيأثر. البرنامج موجود بس البرنامج أكيد ما رح أطلع فيه هلأ قريبا. نعم من نوجر نحن بالموسم الرابع صح؟ نشكر الله. It's good. عم بدق على الخشب. إيه صرنا 100 وحلقة هلأ 100 وحلقتين 100 وحلقة؟ حلوين بين نعم. أول حلقة والحلقة الأولى بعد المية إيه؟ كتير إشياء تغيرت كتير في ثقة بالنفس كتير في نسبة متابعة كتير في اتهامات كتير في ناس بتطلع بالبرنامج بنظرة سلبية كتير ناس عبالهم يكونوا مطرح بيير رباط عبالهم يختفي بيير رباط عبالهم تختفي الام تي في هبا شي منيح يعني ما عملنا 100 حلقة قطع مرور الكرام في غير برامج صاروا ب 700 حلقة اليوم تتذكري؟ تعتبر أنه مرور الكرام مرقوا؟ أنه اليوم إيه؟ أنت شو بتتابع؟ قلت لي بتتابع أجنبي ما تقلي ما بتتابع كمان برامج والله لا عبر الشاشات لا. بتتابع للبرنامج برنامجك يعني بحضر قائم على وقتها بدنا نحضر نحكي عن البرامج بتتابع شو نقول أكيد بتتابع وبتابع كل حلقة أنا ولا برنامج مطلع فيه على الهواء أو بحكي عنه وبطرح الموضوع ما بكون تابع الحلقة ومفلى النملة فيها لأنه أكيد إذا حدا من الطاولة قطع مرور الكرام على موضوع معين وانا منتبه له لا لازم على الهواء دغري زبط له هذا الشيء واذا في شغلة معينة بالبرنامج قطعت سهوة ومعلقوا عليها لازم انا افتح الموضوع اكيد بتابع كل برنامج بدنا نحكي عنه بس هو اللي بقعد بتابعهم مش انه بيبعتوا لي لينكات الشباب وبقعد بحضرهم وبتابعهم لانه هذا الهومورك تبعي حتى اعمله كمان للبرنامج بس قليل البرنامج هيك بقعد ناطره تنطره ما بتنطر ولا برنامج بفضل اذا بدي استوحي وإذا بدي من البرامج الأجنبية البرامج الأجنبية ومش من شيء موجود طب لما بتتابع نفسك في رباط عبر الشاشة ما بحب ما بتحب شو لا ما بحب تابع نفسي أبدا هلأ صرت شوي أكتر حب بالأول ما كنت حب هلأ صرت شوي أكتر صرت انبسط شو اللي ما كنت تحبه شو اللي هلأ صرت تحب حب أكتر حب أقل لأنه أنا زلم كتير بيرفكسيونيست يعني بنتبه كتير على ديتايات بنتبه كتير على ديفويات إذا في ديتاي صغير معين كان موجود وانتبهت له وقت رجعت حضرت حالي بعصب بزعل شو بتعمل لما بتعصب في الرباط؟ مش هالقد انا يعني بعصب ما بعرف وين بالمكتب حسب شو مخبرينك جوزيف عم بيقول لك فيا انا خبير مين جوزيف وليه معنا باستوديو جوزيف؟ جوزيف صدقه ايه؟ ليه جوزيف معنا باستوديو؟ لانه جوزيف دائما معي جوزيف is a great friend and he's my producer كمان هو ومحمد دنكار وجانا وهبي نحن كلنا تيم وورك اللي ما بيعرفنا كيف نشتغل ما بيعرف نحن كيف منعيش هني موجودين بدينتك دايما انت وعلى الهواء حتى تكون مرتاح اكتر حتى يدلوك على الاشياء مش غلط يعني لا رح لك شو موجودين بدينتي نعم. موجودين بوجه حتى اشر لهم موجودين على الواتساب لانه انا المنتج المنفذ تبع البرنامج نعم وهيدي اول مره بتصير منتج منفذ بيقدم برنامج وبيكون لايف عادة مش موجودة بقى كلهم ناطرين من الإشارة تيعرفوا إمتى بدنا ناخد بريك أي موضوع بدنا نغيره شو لازم نعمل هلأ بقى عند الأوبيفان عند الشبيبة بالسجو وعند فريق البرنامج وعند الضيف سو إيه شوي بس صعب بس بتلحق يعني كمان وقت حدا بيبعت لك واتساب بترد عندي شي 40 شخص بتلحق عليهم زيت الوقت وهيدا نعمة من عند الله اللي عندي إياها تقدر لحق على الكل وضلني قوي قالوا لي بتكسر ولا مرة ولا مرة بلا قالوا لي ولا مرة اشرب كسر لا ولا مرة نشكر بتعصب ما بحياتي كسرت شيء بتصرخ بشكل كتير مأزي لا اوف وانه انت كتير ديكتاتور بالشغل وعندي عصاي بالمكتب ما بعرف اذا ما خبروك عنه لا لكن سألتيني على خير بيير لا انا اكثر زلمة كول بس وقت اللي بدي الشغلة بدي اياها يعني اذا طلب شغلة منك وبطريقة لذيذة وبشرفك فاتن ما تنسى التنين تعملي لي هيدا الشيء بوصى نهار التنين بليك وين صارت هيدا الشيء بدي ما ماشي الحالة لا ما مش هالقد مضطرين له لا شو بيعمل هون بيير رباط لا وقت يكون في شغلة في قصص جدية ما فيك تضلك لأنه كل شيء دايما بالحياة ما فيك دايما تاخذ القصص بالمزح
في عنا due diligence، في عنا قصص جدية، في عنا مسؤولية بدنا نعطيها على الهواء. ودائما أنا بدي أكتر. يعني إذا البرنامج ساعتين، أنا بحضر كونتينيو لثلاث ساعات. أنا ملاحظة أنه هلأ أنت منطلق أكتر ما تكون ببرنامجك عم تحكي. يعني أوقات ببرنامجك بتكون ملبك أكتر. مش هيك عم بقول لك، أوقات بالبرنامج بحب كل قاعد محل شبيبة، لأنه هول لأنه عندك الهول مع بعض، كل هولي مع بعض، ما فينا نخفف منهم. بتخيل عم فكر سير خفف منهم، لأكون صريح معك، أنه ليه الواحد بده يحمل كل هولي هو بالأول تيبرز أنه هو سوبرمان، يعني بيير رابات. أنا هذا اللي بحبه، انه انت سوبرمان. انا هذا اللي بحب، انا وقت افوت على البيت حتى اطبخ كون عازم مثلا 12 شخص على العشاء عندي بالبيت، وعامل 5 6 بلايات، وقصص صعبه مش انه قصص هينه. بفوت على المطبخ على الساعه 5، من الساعه 5 للساعه 9 حتى اخلص كل شيء لحالي. انا اي لايك تشالنجز، انا بحب رجل التحديات، بحب اعمل كل شيء لحالي. بنقول على بيت بقول الكهربجي مثلا ما في قطع لعندك قبل نهار الخميس، كون انا نهار السبت دقيت له الاحد على بكره، بروح بشتري الاغراض، بقعد انا بخش الحيط، بمد الكابلات، بوصل الكهرباء. نعم. بحب ما بحب طول القصص. الشغله اللي بده واحد يطول عليها حتى يعمل لي اياها او ينفذها بعملها انا لحالي. رح نرجع للطبخ بعدين، بس هلا بدنا نرجع لمنا وجر، من الحلقه الاولى للحلقه الاولى بعد المية. نعم. شو خسر البرنامج وشو ربح بهول المية وحلقه؟ يمكن خسر عناصر، يمكن خسر أفكار، ما بعرف شو، وممكن يكون ربح كتير. ربح ما خسر ولا شيء بكل هالمية وحلقة. ما في شيء خسرناه، ولا أشخاص كانوا بالبرنامج وبطلوا بالبرنامج، لكن في كتير أشخاص أجوا على البرنامج وظهروا من البرنامج. مش كل الأشخاص يعني بقيت بالبرنامج، وهيدا جماله للبرنامج أنه يكون في هيدا الروتيشن. يعني أكيد كان في أشخاص كانوا حابين يكونوا بعضهم معنا بطلوا موجودين معنا. نعم. وأشخاص احنا بنحبهم وكانوا بالبرنامج، بس في ظروف ما خلت بعض الأشخاص تبقى معنا. بس هيدا الشيء بيزعلنا، بنفس الوقت ما كتير يعني بيأثر على البرنامج. مثل مين انت كنت بتلاقيه انه هو قيمة مضافة فعلا والبرنامج خسره بالحلقة 101؟ لك بكل مرحلة كان في شخص عنده قيمة مضافة. كل إنسان أجع من نوجر كان عنده قيمة مضافة، ما في نعم. إنسان ما كان من نوجر ما كان عنده قيمة مضافة بوقتها. حس أنك بتبتعد دايما عن أنك تذكر أسماء، بتكون حريص أنك ما تذكر أسماء، لأنه الاسم هو الشغل الوحيد اللي تاني نهار بينزل تايتل بالجريدة وبيفسرلك طريقة حكيك بطريقة غير. هلأ إذا قلت لك مثلا كليماس الوحيدة ما بزعل انه فلت من البرنامج، بنزل تاني نهار تيتر بكل الصحف بكل هالوقت. هل قد انت مرصود بيير رابات؟ بيير هل قد انت مرصود؟ شو؟ هل قد انت مرصود؟ هل قد بتابعوك؟ هل قد الصحافة؟ منيح، مش انه مش شي غلط يعني. ايجابا وسلبا. بعطيهم كونتنت. ايجابا وسلبا. اكيد بعطيهم كونتنت. هلا بالفترة الأخيرة شو كان أكتر شيء تمت متابعته من بيير رابات؟ برك الفيلم، مشاركته بالتمثيل لأول مرة. وانتد؟ بفيلم وانتد. هيدا ليه ما سألت شو قالك علاقة بالتمثيل كمان؟ حضرت الفيلم؟ كيف يوم حكيتني بقى على إجابة؟ ماشي حالك بالتمثيل؟ مش عاطل مش عاطل. أنا كنت عتلين هم، نزلت على الأفان بريمير ما خبرت حدا، حتى أمي ما قلت لها أنه عم مثل بفيلم. قلت لها لمرت لأنه معها خبر، قلت لها عم فكر ما أنزل على الأفان بريمير، قلت لي قلت لها لا. خيفين بس كأنه نازل ياخذ نتائج الباك. طب قالت لا يلي موجودين معك بالبرنامج كانوا عارفين؟ ايه بس انا التجربه كانت تجربه مثل ما كنت شايفها، لانه انا اول شيء بحب اتحكم بكل شيء يعني بالتلفزيون. اناني وديكتاتوري. طيب قبل ما نتابع لو سمحت بيير رابات، بالتلفزيون بتحكم بكل شيء، بالتمثيل حتى الشخصيه يلي انا عم بلعب دوره ما عم بقدر اتحكم فيها، لانه عم بلعب دور هيدا الممرض يلي هو ما بيشبهني. طيب رح نرجع نحكي على الممرض وعن الفيلم. هلا في معنا شخص، في شخص ما يحب اللي انت عم بتقدمه اكيد، في شخص يعتبر انه انت اللي عم بتقدمه بينقصوا الكثير من العمق، أكيد. سطحي، يمكن في ناس بيقولوا انه سطحي، اوكي بيسلي مهضوم. الشخصيه اللي معنا بدها تقول انتقادات السلبيه لا لك، ما في عمل. الهواء لك، تفضلي. خليني أقول إنه بيير ديكتاتوري إيه، بس نحن كتير بحاجة لديكتاتوريين لما بيكونوا عالمين بشغلهم. هلا هو عالم يعني بشغله؟ 100%. أف. بيير رباط منه مقدم، بيير رباط صانع تلفزيون، بيشتغل بيخلق أفكار برامج وبيطوره، وهو أخذ جايزة من شي سنتين ثلاثة أظن برات لبنان على هالموضوع،
وبيضيف لأنه هو عنده أفكار وبيطورها أنه بيفهم بالتلفزيون وبيقدم. صعب نلاقي بلبنان شخص يكون وتي ذكي فتح على الكاميرا والكاميرا بتحبه وبنفس الوقت يعني باللايف أو بالتسجيل. طبعا في ناس كتير مثقفين بلبنان وفي مقدمين ممتازين عظيمين، نعم، بس يمكن بينقصهم الروح المرحة أنه إذا غلطوا يا الله كارثة تنزل. بيير بيحول الغلطة لفرحة لمرحة ما بعرف، فما في كتير انتقادات. كنا نضل نقول بيير ما بتخلينا كتير نحكي ما بتعطينا دور، بس هذا انتقاد سوبر بسيط. هلأ تركي بتحكي قد ما إذا مكملة هيك احكي ساعة. حياتي منى ما قالت ولا سلبية. منى أنت كتير واضحة وصريحة وعندك سلبية، لأني كنت عم بسمع آخر شخص من الحديث عن ديكتاتوري. نعم. بعرف أنا لما واحد بيكون بفريق عمل وفي حدا ديكتاتوري بيكون الفريق مزعوج، بس أنا بهمني النتيجة. إذا طلعت النتيجة عظيمة، لأنه مثل بالتلفزيون مثل بالشغل مثل بالبلد، نحن بالبلد كان ماشي حالنا أكتر لما كان سوري مدعوسين كنا، وبالدول الديكتاتورية بيكون في قانون ونظام أكتر. إذا الشعب منه مهيأ يوم لما في فريق عمل ايانا بمنا وجر، منه ديكتاتور بيير رباط بيسألنا وبياخد وبيعطي وبياخد بأفكارنا، وفي مرات هو فكرته بتكون سائدة. يعني لما في مجموعة منسجمة مع بعضها وبتفهم بيير بياخد أكتر ما هو بيعطي إذا بدك، بس لما في فريق مثل ببلد أميين وما بعرف شو بدي أقول كلمات، بدنا ديكتاتور بيصير. هاي هي. طب هيدا الديكتاتور بيير رباط قدر يقنع منى صليبة بسهولة أنها تكون بمنا وجر؟ ما شو قصد، كانت فكرة كتير جديدة، ومثل ما حكينا بيير طبعا يعني بالشركة حكينا مع أكثر من حدا، وأنا استأذنت رئيس مجلس الإدارة أني طلبي هالفورما، وما كانت إقناع. كنت أنا الفكرة حبيتها، يعني حبيت الفكرة أنه هالتقييم والنقد التلفزيوني. وهيك طبعا أنا ما بخفي عليك وبيير عنده مأخذ علي أنه أنا ما كتير كنت شارك بالألعاب وال يعني بدك دلا صورتك الرصينة المرتبطة بمهنتك. مش أنا اللي قررت هيك، شوفي هو طبعي هيك صراحة. صح. يعني مش كنت يعني ما كنت عم بعد ما بتشارك. بس منى فرقت كتير، في ألعاب كتير، في ألعاب عم بيقول منى فرقت. شو فرق بمنى؟ انه صرت مرحة اكتر، انا كنت على الكاميرا جامدة اكتر. ليك طبيعة شغلة لمنى، طبيعة شغل كل انسان. اولا منى thank you so much لانه لكل شيء قلتي لي فاتن للصراحة، يعني هيك بغص وقت اسمع هيدا الشيء، لانه كل شيء بعمله ما حدا بيجي بيقول لك اياه عادة، بس بصير اقول انه طب هول الاشخاص شو بيفكروا عني، بنطر اوقات لفرص مثل هيدا حتى اعرف عن جد شو بيقولوا. وعن جد ثانك يو منى لكل كلمه قلتيها. كل انسان طبيعه العمل تبعه بتحط له اوقات كادر معين، اطار معين، كيف بيصير هو حتى الجستويل تبعه بيصير ليميتي. يعني منى وقت تنزل بتعمل الانترفيوز وتكون ريبورتر أو حتى على الأرض، عندك كادر معين بالستوديو. ما فيها كتير تتحرك، ما فيها كتير، بتكون جامدة بالستوديو بالأخبار بتكون جامدة، وهيدا الشغل وقت تعمليها كل يوم كل يوم كل يوم. نعم. كل يوم بيصير أوتوماتيكلي هيدا بارت من طريقتك، من البادي لانجوج تبعك، من اللايف ستايل تبعك. كتير صعب. صح. بتقول لإنسان تعب بدي أشيلك من هيدا الكادر وكبك بيه. لو هو براسه بده، بس هو الجستيال تبعيته البادي لانجوج تبعه ما بيخليه يتحرك. أنا اليوم إذا بتحطيني ورقات ما فيه، لأنه أنا بضلني نقطة بالستوديو بحرك كتير، ما رح ضلني قاعد وجامد أكيد. ومونا بفهمها لأنه كمان عندها اليوم مسؤولية كتير كبيرة، بتطلع على نشرات الأخبار ومن الأشخاص اللي بينطروها المشاهدين حتى يشوفوا الخبر يلي بتقوله مونا حتى يعرفوا إذا بيقتنعوا منه ولا لا. يعني اليوم مونا من الأشخاص اللي فعلا الطريقة يلي بتقول فيها الخبر تقدر تطمنك أو بتقدر تحسسك أنه في شيء مش راكب هالقد بالبلد من طريقة حكيها. نعم. من هيدا مش بس عم تقرأ لتقرأ. اليوم منى صليبة عندها كمان مسؤولية، ما فيها تجي تقول أنه أنا صرت هيدا الفان وبيجي برقص بالبلاتو وبيجي بس أنا كمأخذ أنه ما عم بقليك روح على الإكستريم، بس كسر شوي كسرت وهيدا الشيء كسرت أكيد بيّن مع الوقت. يعني لحلحتها شوي. طيب هلأ بدي تلحلحيها بسؤال لو سمحت لبيير رباط منى صليبة، ما هو سؤالك؟ ما أثروا فيه الزملاء لما عملوا له الهوت فايف من حلقتين على بمنا وجر صراحة. ما أثروا، يعني سألوا كل شيء بينسألوا وهيك قوي. في سؤال بدك تسأليني؟ أنت يا ريت نسألوا. لا اللي كان بحب أسأله نسأل، يعني ما وهو عليه. شو كان اللي بدك تسأليه ونسأل؟ إذا بيجي باتر أوفر وبيترك الام تي في. هو قال إنه وين بيكون ميشيل المر، رح يكون هو المحل ما رح يترك. لا
انه اذا ترك مشال المر الام سي بي وبيترك معه ايه ما رح يترك اللي كان بقوله قلبي غصة الجواب يعني ايه ايه زكي ما هيك ما في شيء لا منى سؤالك خليني افكر كثير اوكي من بعد منا وجر من بعد هالفورما اللي هو قبله طبعا كان في من الاخر كمان في اكثر من شخص زملاء لبيير على البلاتو من بعده في كتير ناس شفناهم بيكونوا بالبرامج الفنية بيطمحوا يعملوا حوار سياسي في نعم. ناس بيكونوا يعني في ناس هيك عينة على السياسي هل بيير رباط بالمستقبل ما نعمل عينك على السياسي عينك على السياسي السياسة بمعنى برامج سياسية أو تمت إلى السياسة بصلة شو بيير النهار يلي بقدر حاور السياسي مثل ما أنا بدي حاوره بيكون برنامج حوار ومنه برنامج سياسة لأنه السياسة اليوم إذا بدنا نحكي بالمواضيع السياسية بس اليوم رح يكون محضر كل أجوبته حتى يجاوبك الأجوبة المعلبة يلي هو ناوي يجاوبك يوم وهذا الشيء المشاهد ما بحياته رح يعطيه فكرة أو رؤية عن توجهاته السياسية لوين رايحة الطريقة اللي بدك تحاوري فيها السياسة أنا بقول لازم تكون كليا غير عن كل ما يقدم عبر الشاشة هلأ ايه بس بدك تشوفي كمان اذا السياسي مستعد يرتضي وبيقبل هاي بدك تشوفي اذا السياسي كمان بيروح معك للاخر لانه اليوم عندنا مسؤوليه بلبنان مش بس نحاور السياسه عندنا مسؤوليه نوضح شوي للعالم شو عم بيصير نفتح العيون اكثر ونجرب نعطي نوعا ما فكره او فيجن او الخطه يلي رايحين فيها كل هالسياسيين بالبلد للسنتين والثلاثه والاربعه والخمس سنين الجايين إذا بتطلع على حديث أو على أجوبة كل السياسيين من زمان وجاي هي نفسها نفس الأجوبة وبعض الشعب بياخد زيت الوعود وبعضنا مثل المهبيل منروح منصوت نعم منى صليبة شكرا كتير بالعكس أهلا وسهلا شكرا منى I love you معنا التنين الله راضي يلا جريت شكرا يا هلا مين ضيفكم أو ضيفتكم التنين مين ضيفكم او ضيفتكم الثانيه سوربريز مين ضيفكم او ضيفتكم الثانيه سوربريز هلا رح تطلع برومو عشيه انطر العشيه ما بنعرف مين الضيف ولا مين الضيفه لا بعد هلا ما منهينا على الاخر مين عبالك يكون ضيفك او ضيفتكم كتار 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 ضيوف بيكون عبال يكونوا موجودين معنا بس دائما في عندك يا شخص نحن برنامج لايف لو برنامج منصور بقول لك بنقدر نصور حسب وقت الضيف بيكون موجود بس لايف ويكون بهذا الوقت ما عنده شيء بتحب اللايف بتحب التفاعل بتحب اكيد بس لا مش ما بيخافوا من التسجيل بس بدك يكون موجود يتناسب بالبلد الوقت. يتناسب الوقت وكل هيدا الشيء ليه اخترت بالبدايه نانسي عجرم بحبها لنانسي لأنه طلبت منا على الهواء ان تكون ضيفتك وقبلت هذا كان مشهد مسرحي ما خص هذا الشيء انا وقت احب انسان بتحبه للاخر مش معقول من اغاني لا شخصيته لا وقت الإنسان يحبني بصير حبه زيادة هي بتحبك وأنت بتحبها ايه. راغب علي من أول مرة طلع معي كان بعدني من الآخر ورجع طلع معي من نوجر وبعدك بتحبه ورجع طلع معي عمل طلتين بتخيل أو ثلاث لا حلقتين عاملين لراغب علي مش عامل مع حدا تاني يعني كل وصف. سنتين راغب علي بيعطي انترفيو بيعطيني إياها لإلي حلو وانا بحترمه وبحبه من كل قلبي رغم ما وبحب اغانيه وجورج وسوف اللي هلا اخترت له جورج وسوف يلي هلا اخترت له اغنيه هيدا مش شرف كتير كبير لي مش بس شرف كبير هيدا يعني بركي حلم كل اعلامي وطلع سلطان طرب معه بانترفيو كان صار له اربع سنين مش حلمك؟ كان صار له اربع سنين مش طالع مع حدا وبعرف كل الاسامي كل الاسامي مع ابتسامه راحوا لعنده وقعدوا عنده خبرني عنه واحد 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 بس اراد جورج وسوف يعطي هالمقابله لبيير رباط وأنا بتشكره عايشة بعد موجز الأخبار نتابع حوار فاتن مع بيير رباط انتظرونا